قلت لي سعد سمير برضو من الناس اللي انت بتحبها. لا كابتن سعد سمير ده حاجه تانية بقى، حاجه تانية. لا والله، والله حب الهزار وحب الكلام ده فوكه كمان معايا، فوكه وفي رقص وفي شغل عالي، في رقص اللي هي ناحيه الثالثه شمال. ايوه ساعه الجول بتاع كابتن عماد متر. ايوه جابها لك دلوقتي. انت عارف انا معايا على التليفون مين؟ مين؟ كابتن سعد سمير حبيبك اهو، حبيب الناس كلها. ابو السعد ووش السعد. يا كابتن سعد مساء الفل. مساء الفل هيمه، ومنور الدنيا، والحمد لله على سلامتك، منور الدنيا. الله يسلمك يا رب بنورك. مبروك. انا كلمتك كذا مره وبعت لك، بس انت بقى كنت الغيبوبه كانت مأثره عليك ساعتها لسه. ايوه فعلا انا كنت في الغيبوبه. اكذب عليك يعني؟ اه انا قلت خلاص بقى الغيبوبه. لا ولا انت قلت خلاص بقى البقاء لله نزله ناعم. لا 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 كنت في امل. الله العظيم. ألف سلامة. الحمد لله على سلامتك، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا رب، ربنا يبعد عنك الشر كله. وبرضو عبد الباسط بيقول لي إن كان في عندك حد من العيلة يعني مصفى، بقول له برضو ألف سلامة كابتن سعد، أنت عارف غلاوتك ومعزتك عندنا كبيرة جدا جدا. حبيبي لا والله حاجات بسيطة كلها، وأبويا جاله كورونا وأمي جالها كورونا وأخويا ألف سلامة كورونا. ألف سلامة عليهم. ومراتي كانت في المستشفى وأخويا اللي بعد دي كل دي يعني. كل دي حاجات بسيطة. حاجات بسيطة. الحمد لله. ألف سلام عليهم. طب صحتهم كويسة دلوقتي؟ والله الحمد لله ماشي، الحمد لله لسه عايشين يعني كلهم. يا جدع بقى، يا جدع خلينا نتكلم بجد. يا عم ألف سلام عليهم. الحاجات دي لازم ياخدها عشان ما يتكلمش. ظروف صعبة والله يا إبراهيم، بس الحمد لله يعني ربنا هيفكها إن شاء الله. يا رب اللهم آمين. طب عم حارس معانا أهو على الهوا، وأنا عارف هو قد إيه بالنسبة لكم أنتوا بتحبوه. وهو كمان الحقيقه اول لما جت سيرتك قال لي لا لا كابتن سعد ده حاجه تانية خالص. عايز تقول له ايه بقى كابتن سعد؟ لا عم حارس ده يعني، ازيك يا عم حارس الاول؟ ازيك يا كابتن سعد عامل ايه؟ منور الدنيا. طمنا على الوالده والوالد، الحمد لله بخير. الحمد لله عم حارس والله، والبنوته جت وبتسلم عليك. ربنا ده. ربنا يخليها لك. حبيبي حبيبي عم حارس. ربنا يخليك يا ابو السعود. ايه الاغنيه، ايه الاغنيه اللي بترقص عليها يا عم حارس؟ لا والله ابراهيم احنا خلي بالك انا باجي يعني من اول الناس اللي باجي التمرين. ايوه كل يوم وبمشي اخر واحد. ايوه يعني انا وهو بنمشي اخر ناس يعني. ايوه ف يعني عم حارس ده بالنسبه لنا زمان النادي فيه نجوم كوره واساطير في الكوره، واساطير على مدار تاريخ النادي، رؤساء انديه وبيجي نجوم لعيبه اساطير، وبيجي اداريين، وبيجي شخصيات كبيره. عم حارس تقدر تصنفه من ضمن الاساطير اللي مرت على تاريخ النادي الاهلي. صحيح. ومن ضمن الاساطير اللي حفرت اسمها في تاريخ النادي الاهلي وفي تاريخ كل اهلاوي. صحيح. وفي قلب كل اهلاوي، لان هو فعلا رمز من رموز النادي الاهلي. احنا عمرنا ما نتخيل النادي الاهلي في يوم من غير عم حارس. ايه الكلام؟ عمرنا ما نتخيل اوضه اللبس من غير عم حارس. سلام. هو وكل قول له عايز تقول ايه؟ شوقك يا ابن سعد على الكلام اللي انت قلته عليا دلوقتي. قول اللي انت عايزه. كمل وانا كملت، انا لسه هقول. طيب سيبه يقول. طيب لسه عايز يقول. طب قول. قول. طب لا اتفضل كمل اهو، كمل خلاص. وصلنا. المهم فهو علوا لنا الصوت شويه يا جماعه في الاستوديو من فضلكم، علوا لنا يعني انا عمال اشاور كده كده، علوا لنا الصوت بقى عشان نسمع كلنا انا وعم حارس. اتفضل يا كابتن سعد. فهو فعلا بالنسبه لنا اب واخ وصديق، وفي طينه النادي الاهلي وفي طينه الشعب المصري بتاعنا. صحيح. اللي هو البركه والاصل والخير والمعزه وهو بالنسبه لنا فعلا اب يعني. سواء هو وكل الاستاف بتاعنا بتاع المسؤولين اللبس ومسؤولين المهمات في اوضه اللبس، سواء عم سعد عواد وميكي وكل المجموعه، عم حنف الله يرحمه، وكل المجموعه اللي موجوده بالنسبه لنا عبارين في علاقه يعني. عم حارس انا حضرت افراح اولاده كلهم، عم سعد عواد نفس الكلام، فهم بالنسبه لنا اهل. مش قصه ان هو موجود معانا كده. طبعا انا لما طلعت كنت كابتن سعد حضر. كابتن سعد حضر كل الافراح بتوع اولادك؟ سعد سمير حضر الفرح بتاع بنت هاله الاخرانيه. جه قاعه في قاعه النيل. على كورنيش، قلب الدنيا، قلب الدنيا، ورقص معايا في الفرح بتاع بنتي. والله؟ اه والله جدع هو يعني. واساله على الهوا اهو. ما يا كابتن سعد رقصت على الهوا في الفرح كده؟ ده انا بقول لك ده بالنسبه لنا اب، مش يعني مش مسؤول عننا او حد شغال جوه النادي الاهلي، هو بالنسبه لنا اب. وهو واحنا صغيرين ابراهيم كنا بنتفرج على الماتشات، اول واحد بينزل عم حارس. صح. لاول لما ينزل. ايوه صح، برافو عليك. ايوه الدنيا بتتقلب في الاستاد، انت بتحس ان فرقه النادي الاهلي جايه ورا عم حارس. هو اللي بيديك الثقه، هو اللي بيشم ريحه النادي الاهلي فيه.
صحيح. فهو بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا. لحد النهارده ابراهيم شوفه عنده كام سنه، نفس الاخلاص، نفس التفاني، نفس الاجتهاد في الشغل اللي هو بيعمله. كل حاجه يعني، مفيش يوم فيه قصر، مفيش يوم تعب، مفيش يوم اشتكى، انا مش فاكر له يوم غاب. ما شاء الله. فاحنا شاء الله. احنا انا مش طالعين نشكر قد ما بنشرح لك وبنثبت لك حاجات بتحصل جوه النادي الاهلي. فاحنا بنشكره بالنيابه عن جمهور النادي الاهلي. سلام. انا كواحد قبل ما اكون لعيب، كواحد مشجع للنادي الاهلي، بنشكر عم حارس على كل العطاء اللي عمله في النادي الاهلي. انت بتتكلم عم حارس حضر 9 بطولات افريقيا اللي خدناهم جوه النادي الاهلي. ما شاء الله. يعني بيقول لي بلم بطولات من سنه 74، بيجمع بطولات بس في النادي الاهلي. طبعا احنا بنقعد يعني بنقعد نفتخر بيه قدام الناس ان عم حارس واخد يعني حاجه و70 بطوله تقريبا. حاجه و70 بطوله. فحاجه تشرف. فبقول له ربنا يديك الصحه يا عم حارس، وربنا يخليك لينا، وانت عارف محبتك عندنا عامله ازاي وغلاوتك عندنا. رغم ان انت نسيت اللبس قبل كده مره، لكن اوب 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 بنحبك وبنحبك. خد بالك. لا استنى استنى استنى، ادالك واحده في النص. لا انت ما تشاور لي. بيقول لك انت نسيت اللبس بتاعه في مره حصل. هتفصل مني على الهوا ولا ايه؟ هتفضحني ولا ايه؟ لا لا خلاص يعني كده بتفضحني على الهوا. ماشي يا كابتن سعد. قال لك انت زي الفل يا عم حارس، مفيش حاجه يا عم حارس. لا ده امتى؟ ده امتى نسيت ونسيت اللبس ده؟ كان كنت في كنا في النمسا، وكنا رايحين في النمسا فتره الاعداد. كنا فتره الاعداد في النمسا، كنا رايحين نلعب من النمسا، رايحين المانيا نلعب ماتش مع الفريق اللي هو الهولندي اياكس. اياكس رايحين نلعب اياكس. يا نهار ابيض. لعبنا، رحنا المانيا ونسيت اللبس بتاعي. جبت الطقم الازرق ما نسيته، وجبت الطقم الاحمر. ده بتاع كابتن سعد بس ولا بتاع الفرقه كلها؟ لا الفرقه كلها. يا نهار ابيض. واللعيبه طبعا ساعدتنا مع كابتن سعد وغيره وغيره. عملوا ارقام على الفلنات وكلام صلاه على النبي، ومعاه 18 فلنه لو كانوا مختلفين. ولعبنا الماتش وخلص كل شيء. انت كابتن سعد بيفضحنا على دي كارثه، بس اللعيبه كلها لميتها معاك. لا لميتها معاك والحمد لله. عدى اليوم على خير. عدى اليوم على خير الحمد لله. قعدتوا تجمعوا في الارقام يا كابتن سعد صحيح؟ هو بصراحه لما في مشكله بيلجا لنا. ايوه. تعال انا في مصيبه. ايوه. في ماتش في افريقيا السنه دي الرقم ما كانش موجود، فلقيته بيخبط عليا الساعه 10 بالليل. وبعدين هو بيخش، عارف ايه؟ عارف جمعه الشوال او رافت الهجان. يوم دخل عليك دخلك متخفي. بتاع رمضان الصبح ده، ويقول لك اسكت يعني. يتسحب كده يقول لك، بقول لك يا كابتن سعد ايه يا عم حارس؟ في رقم كذا كذا انا نسيته. او مثلا الاسم الفلاني. فبنقعد انا هو بقى نجيب البلاستر وبنقعد نطبع بقى ونكتب وبتاع، وبنمشي ونمشي الدنيا، بنمشي الموضوع يعني. طبعا انت بتتكلم، طبعا ده موقف في 40 سنة أو 50 سنة. خلاص بقى أنت خلصت عليه بقى. أنت خلصت عليه يا أخي. أنا بس ما على الهوا بس. أسعد طلع لحد يا إبراهيم. بص بصراحة في حاجة غريبة في عم حارس. إيه هي؟ لا يمكن ينسى، لا يمكن ينسى حاجة محطوطة فين. يعني ده والله إحنا، أنا ممكن أنسى. أنت ما بتنساش. يعني أنا ممكن أقول له عم حارس مثلا التيشيرت بتاعنا مش لاقيه. عم حارس يجي يفتح الطريق أهو يا كابتن سعد، ما هو قدامك أهو. لا يمكن، لا يمكن هو في شغله في حاجه تكون ناقصه، لا يمكن في حاجه تكون مش مترتبه. يعني بصراحه الحاجات دي احنا بنقعد نقول للعمال الصغيرين اتعلموا من عم حارس، اتعلموا. الحاجه الثانيه هو بيجري اكتر من الناس الصغيره. بيجري. انا بشوف ما شاء الله. الله اكبر. مش عايز بقول لك ايه، تدخل تدخل في دور نق ولا ايه؟ بقول لك بتجري لحد دلوقتي الحمد لله. بقول لك نق ايه؟ بقول لك العيله كلها في المستشفى خلصت عليا. يا اخي الف سلام عليهم يا اخي. شوف كابتن سعد. الف سلام عليهم يا رب. كابتن سعد يديك الصحه يا عم حارس، ويخليك لينا ودايما كده انت فخر لينا وفخر لعيلتك وفخر للدنيا كلها يا عم حارس. ربنا يخليك يا كابتن سعد، وان شاء الله البطولات هتزيد عندك ان شاء الله. ارجع واتالق ويكسر الدنيا. وترجع كابتن سعد ان شاء الله في الملاعب، ونشوفك في الملعب قريب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله عم حارس. واشكرك شكرا جزيلا كابتن سعد سمير، واحد من لاعبي النادي الاهلي المخلصين جدا جدا جدا. الكلام معاك حلو والحلقه بتجري بسرعه والله. لو بص من الحلقات اللي بتجري بسرعه جدا جدا. هنقول الحمد لله عشان مع استاذ ابراهيم. لا لازم لازم الحلقه تبقى صدق وتؤمن بالله. لا اله الله. عشان انت اللي موجود مش عشان حاجه تانية. ربنا يخليك والله العظيم. ده احنا النهارده يعني مش عايز اقول لك احنا الناس كلها فرحانه بيك ازاي، وزمايلنا كلهم فرحانين بيك ازاي.